في اللعبة الشعبية الثانية بدت الأمور أكثر إشراقاً خلال العام 2021، ومزاج الشارع الرياضي أكثر اعتدالاً وتفاؤلاً بفضل ما تحقق من خطوات عملية تشير إلى أننا نسير في الطريق الصحيح لإعادة سلتنا إلى ألقها القديم. وما بين اللجنة المؤقتة التي قادت دفة السفينة في النصف الأول من العام ووصولاً إلى انتخابات سلوية ساخنة جاءت بالنجم الدولي السابق طريف قطرش إلى سدة الرئاسة، نجح منتخبنا الأول في انتزاع بطاقة العبور إلى نهائيات آسيا بعد تصفيات حقق فيها انتصارات مهمة وتاريخية على كل من إيران وقطر، وقبل ذلك على السعودية، فاستحق رجال منتخبنا التكريم الكريم لدى عودتهم. وفي تشرين الثاني الماضي وبعد جهد كبير من المسؤولين عن اللعبة، كسرت كرة السلة الحظر المفروض على ملاعبنا وصالاتنا بعد أن أثمرت جهود المسؤولين عن اللعبة في إقناع الاتحاد الدولي باستضافة مبارياتنا ضمن التصفيات المونديالية. فكانت المباراة مع كازاخستان رغم نتيجتها غير المرضية باكورة عودة الجماهير السورية لمتابعة منتخباتها الوطنية، وذلك في صالة الفيحاء التي تمت إعادة صيانتها بالكامل. وقبيل انتهاء عام 2021 شهدت السلة السورية حدثا مميزا تمثل بافتتاح صالة الحمدانية العملاقة، والتي تزينت بحلة جميلة للغاية أشاد بها كل من تابع مباراة الاتحاد والجيش في بطولة الدوري. أما منتخبنا الوطني للسيدات شارك بدوره في بطولة آسيا المستوى بي، وذلك للمرة الأولى منذ 35 عاما دون أن يحقق ما كان مطلوبا منه. التمريرة السحرية عشان هيك مهاراتهم الفردية. على مستوى البطولات المحلية صنع الكرامة الحدث بعد أن نقل لقب بطولة الدوري إلى حمص للمرة الأولى في التاريخ بعد أن سيطرت حلب ودمشق على اللقب لأكثر من نصف قرن، وبات خالد أبو طوق مدرب الفريق أول من يتمكن من الفوز بلقب بطولة الدوري مع ناديين مختلفين. كرة السلة عرفت نقلة نوعية في العام 2021 من خلال النقل التلفزيوني الحضاري الذي أشاد به الجميع عبر قناة سما الفضائية، وذلك عبر النقل الإلكتروني لكافة المباريات عبر تطبيق وصفحة سما الرياضية. قناة سما الفضائية برحب فيكم. أما في دوري السيدات فقد أحكم فريق الثورة قبضته على بطولة الدوري للسنة الثالثة على التوالي، وكرس نهضته السلوية من خلال احتلال المركز الثاني في البطولة العربية والتي جرت في الأردن بعد أن خسر المباراة النهائية أمام بيروت اللبناني.